أهلا بيكم متابعينا متابعين قناة فيلم من الآخر. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. بتبدأ الحلقة بظهور جارة جيف اللي بتسمع أصوات غريبة من فتحة التكييف اللي في أوضته، وبنشوف جيف في أوضته بيلم الآلات اللي بيقتل بيها الضحايا بتوعه وبيغسل إيديه من الدم. وهو طالع من البيت بتنادي عليه جارته وبتقوله إن في ريحة غريبة طالعة من شقته، فبيقولها إن التلاجة بتاعته باظت وكان فيها كمية لحمة كتير وإنه هيطلعها يرميها بره البيت. وبينزل جيف الشارع وبنشوف إعلانات على ناس مفقودة كتير. بعد كده بيروح جيف على كافيه وبيتعرف هناك على شباب وبيسهر معاهم، لكن بيبدأ يعرض عليهم فلوس علشان يروحوا معاه، وبيقول لهم إنه بيشتغل مصور موديل وعنده مجلة بيرسلها. وبالفعل بيروح معاه واحد على بيته، لكن أول ما بيدخل بيشم ريحة وحشة جدا في المكان، فبيقول له نفس الكلام عن التلاجة اللي باظت، وبيحط له مخدر في المشروب بتاعه، لكن الشاب ده بيحس إن في حاجة غريبة وبيرفض يشرب. هنا بيقول له جيف يدخل معاه الأوضة يشغلوا التكييف ويبدأوا التصوير على طول، وبياخدوا يفرجوا على حوض السمك بتاعه، وفجأة بيروح مكلبشه، فبيقول له جيف إن ده علشان التصوير، لكن طبعًا بيكون فهم إن جيف مجنون. هنا بيهددوا جيف بالقتل عشان ما يصرخش تاني، وبيقعدوا على السرير وبيطلب منه يتفرج معاه على التلفزيون، لكن الشاب ده بيشوف أثر الدم على السرير وبيحس بالخوف. وبالفعل بيبدأ جيف يصوره علشان يوهمه إنه مصور بجد، لكن بيلاحظ إن في براميل كبيرة في المكان، وبيعرف إن الموضوع أكبر بكتير من مجرد تصوير. وفجأة بيحاول إنه يهرب وبيجري جيف وراه وبيضربوا بعض، لكن بينجح في النهاية إنه يطلع من البيت وبيهرب وبيجري في الشارع. هنا بتقابله الشرطة فبيقول لهم على اللي حصل له، وبيرجع معاه الضابط على بيت جيف علشان يحققوا معاه. وهناك بيقول لهم إنه كان عايز يصوره علشان المجلة اللي بيشتغل فيها، لكن اختلفوا ومشى، فبيطلب منه الضابط إنه يدخل يشوف الصور اللي بيصورها بنفسه. وأول ما بيدخلوا بيلاحظوا الريحة الغريبة اللي في المكان، وبيشوف الضابط الصور، لكن بيتفاجئ إن فيها صور لناس مقتولة، وطبعاً بيقبضوا على جيف، وبتتصل الشرطة بدمر بابا جيف عشان تستدعيه. وبيوصل دمر مركز الشرطة وهو مش مصدق اللي عرفه، وبيقول إن جيف طول عمره عنده مشاكل بسبب إنه هادي وانطوائي، لكن بيقول إنه حس بتغيير بعد ما اتطلق هو ومامته مع إنه كان كبير، وبيعلق السبب على اللي حصل لابنه على المخدرات اللي كانت مامته بتاخدها وهي حامل فيه. في الوقت ده بتفتش الشرطة البيت وبتلاقي جماجم كتير وأجزاء بشرية في صناديق ومواد كيماوية كان بيدوب فيها الضحايا. وبتحقق الشرطة مع جيف وبتسأله عن طفولته، فبيقول إنه كان طول عمره انطوائي وحاسس بالوحدة، وده بسبب المشاكل اللي كانت مامته بتعاني منها. وبنشوفه في يوم وهو صغير راجع من المدرسة وبيلاقي جيسي مامته واخدة حبوب كتير علشان تنتحر، وبيقول إنها كانت دايما بتتخانق مع باباه، وكانت أحيانا خناقتهم بسببه لأنه انطوائي، لكن في الفترة دي بيكون جيف لسه ما تأثرش بحاجة. وبنشوفه في يوم بيصطاد سمك للمدرسة بتاعته وبيديهولها هدية. وبعد ما الحصة بتخلص بيسأل كيفن واحد زميله المدرسة عن السمك، فبتقول له إن جيف اللي اداهولها، فبيطلبوا منها كيفن وبتوافق إنه ياخده. وللأسف بيشوفوا جيف وبيعرف إن المدرسة اتخلت عن الهدية بتاعته، وبيمشي وراه بعد المدرسة وبيدخل بيته من غير ما حد يعرف وبياخد السمك وبيقتله. وفي يوم بيكون في البيت بيتغدى مع باباه ومامته، وبيشموا ريحة وحشة جدا طالعة من تحت البيت، فبياخد باباه جيف وبينزل يشوف السبب، وهنا بيلاقي فار كبير ميت وبيطلع جثته وبيشرح لجيف سبب موته. في اللحظة دي بيطلب جيف من باباه إنه يعلمه التشريح والتحنيط، وبالفعل بيجيب باباه أدوات التشريح وبيعلمه على الحيوانات. وبيحس جيف إنه بيبقى سعيد جدا وهو ماسك الحيوانات المقتولة. وبعد ما بيكبر جيف وباباه ومامته بيتطلقوا بيسافر يعيش فترة لوحده، وبيتصل بباباه يطلب منه إنه يرجع يعيش معاه، لكن دمر بياخده يعيش في بيت جدته وبيقول له إنه لازم يشتغل علشان يصرف على نفسه، وإن جدته ست كبيرة ولازم يساعدها في نظافة البيت. وبيوافق جيف وبيعيش مع جدته وبيتعامل معها كويس، وبيشتغل في محل مصنعات لحوم، لكن مش بيكون معاه البلطو الأبيض اللي بيلبسوه هناك، فبيطلب منه صاحب المحل إنه يشتري واحد. وفعلا بيروح جيف في محل ملابس بعد الشغل يشتري بلطو، لكن بيشوف مانيكان في المحل فبيقرر إنه يسرقه، وبياخد المانيكان عنده في البيت، وبيطلب من جدته ما تدخلش أوضته خالص، لكن طبعا جدته مش بتسمع كلامه وبتدخل تشوف فيها ايه. وبنشوف جيف بيقابل شاب تاني وبيطلب منه يصوره للمجلة اللي بيشتغل فيها، وبيوافق الشاب ده وبيروح معاه بيته وبيخدره جيف وبيسيبه وبينزل يشتري مشروب، لكن فجأة بيبدأ الشاب ده يفوق وبيطلع يجري من البيت، وبتشوفه صاحبة البيت وهو بيحاول يهرب فبتبلغ الشرطة. في اللحظة دي بيوصل جيف وبيشوف الشرطة مستنياه، فبيقولهم ان الشخص ده موديل هو بيصوره لكن شرب كتير ومش في وعيه، وبياخده تاني على بيته من غير ما حد يعترض، وللأسف بيقتله. وبنرجع لقبل ما جيف يتولد وبنشوف مامته وهي حامل فيه وازاي كانت على طول مش في وعيها بسبب المخدرات،
وبياخدها دمر للدكتور علشان يتابع معاها ويحاول يعالجها، وبنلاحظ قد ايه علاقة جيف بباباه قوية وانه كان على طول معاه، وده اللي تسبب في الخلل النفسي اللي حصل له بعد الطلاق. وفي المدرسة بيتميز جيف بحبه للتشريح لدرجة انه طلب من المدرس يفضل موجود بعد المدرسة ويساعده في تشريح الحيوانات. وبنشوف دمر مع مراته في المحكمة وقت الطلاق علشان تحكم بحضانة الأولاد، وللأسف بتحكم المحكمة لمراته بالطفل الصغير، وبيكون جيف لازم يعيش معاها لأن دمر ما عندوش بديل. بعد مدة صغيرة بيتفاجئ جيف إن مامته واخد أخوه الصغير وسايباه وماشية، وبيحاول جيف إنه يمنعها علشان ما تسيبوش لوحده، لكن مامته بتنفعل وبتقوله إنه طول عمره بيكرهها وما بيحبش غير باباه، فبيعيش جيف لوحده ومش بيقول لباباه على اللي حصل. وفي يوم بيشوف واحد بيتدرب وبيجري الصبح بدري، فبيقرر انه يتعرف عليه، لكن اول ما بيطلع قدامه بيتفاجئ الشخص ده ان معاه مضرب، فبيخاف منه وبيطلع يجري. في نفس الوقت بتنجح مامته انها تلاقي شغل وبتقدر انها تتغير لدرجه ان مديرتها بترقيها بسرعه، وبتقول لها انها دورت في الملف بتاعها وعرفت المشاكل النفسيه اللي مرت بيها، وان دي حالات معروفه اسمها اكتئاب ما بعد الولاده وبيحصل لستات كتير. في الوقت اللي بيكون جيف مش عارف حتى يختار كليه يقدم فيها بعد التخرج، وفي يوم بيوقفه واحد في الطريق اسمه ستيفن وبيطلب منه يوصله حفلة، وبيوافق جيف لكن بيطلب منه يعدوا على بيته الأول يشربوا حاجة وبعدين يروحوا مع بعض، وبيضطر ستيفن إنه يوافق لأن مفيش بديل تاني. لكن بيبدأ الوقت يتأخر وبيلاحظ ستيفن إن جيف مش عايز يوصله وضحك عليه، فبيقرر إنه يمشي لوحده. هنا بيروح جيف ضربه على دماغه من غير ما يحس، وبيقول إنه كل الناس بتسيبه لوحده، وبيحاول إنه يفوقه لكن بيلاقي ستيفن مات، فبيقعد هو مش مصدق اللي عمله، ودي كانت أول مرة يقتل فيها جيف حد. فبياخد جثته ينزلها في المكان اللي لقوا فيه الفارو وهو صغير، وبيجيب آلات التشريح بتاعته وبيقطعه وبياخده بالليل في أكياس كبيرة عشان يتخلص منه. لكن في الطريق بتوقفه الشرطة وبتسأله عن الأكياس اللي معاه، فبيقول لهم إنها أعشاب قصها ولمها في أكياس وراح يرميها. والغريب إنه بينشف أجزاء من عظم ستيفن وبيطحنها وبيطلع يطيرها حوالين البيت. وما الضابط بيسأله عن السبب وليه عمل كده، بيقوله إنه كان عايز يحس إنه لسه عايش حواليه، وبيقوله إنه مش شايف إنه مجرم أو عمل حاجة غلط. وبنرجع ليوم التخرج من المدرسة وبنشوف جيف بيروح يتصور في الحفلة وبيمشي على طول. بعد كده بيزوروا بابا ومراته الجديدة ليزا علشان يعرف هيدخل أي كلية، وبيسأل على مامته وبيعرف لأول مرة إنها سايباه من شهور، فبياخد بابا جيف وبيطلع يتغدى معاه برا، وبيعرض عليه إنه يدخله كلية على حسابه. وبالفعل بيروح يقدم له في كلية، لكن بعد فترة بسيطة بيكلمه المدير وبيروح يقابله. هنا بيعرف إن جيف اتفصل لأنه مش بيحضر أي محاضرات خالص، غير أسلوبه الغريب مع زمايله. وأول ما بينزلوا من الكلية بيقول له بابا إنه هيدخله الجيش، وفعلا بيروح جيف الجيش وبيرجع يزور بابا، وبيحس دمر إن ابنه أخيرا اتغير ونجح في حاجة، وبيقول له جيف إن هم أخدوه في القسم الطبي عشان خبرته في التشريح. لكن بعد فترة بسيطة مش بيقدر جيف يستحمل وبيرجع تاني يستدرج زمايله ويخدرهم، وطبعا بيتفصل من الجيش، وبيقول للبابا إن السبب في طرده إنه رجع يشرب تاني. وبنشوف الفترة اللي كان عايش فيها مع جدته، وبيرجع من الشغل مش بيلاقي الملكان في أوضته، فبينزل يسأل جدته عليه، فبتقوله إنها رمته. في اللحظة دي بينفعل جيف جامد وبيتعصب عليها لأول مرة، وبيقول لها إن دي حياته وما تتدخلش فيها تاني. لكن بالليل بيعتذر لها على انفعاله، فبتقوله إن في مهرجان في المدينة وفي ألعاب كتير هتعجبه، وبتطلب منه يروح يسهر هناك. وبالفعل بيروح جيف هناك، وللأسف بيتخيل إن ستيفن اللي قتله لسه عايش، فبيتصرف تصرفات مش طبيعية. وتاني يوم بيطرده صاحب الشغل وبيقوله إنه عرف اللي عمله في المهرجان، فبيروح يشتغل في عيادة طبية وبيساعد في قياس الضغط ونقل الدم، وبتبدأ حالة جيف تتطور أكتر لدرجة إنه بيشرب الدم البشري. وبيرجع تاني يتعرف على شباب في كافيه، وبياخدهم على جيم رجالي علشان يسهروا فيه، وهناك بيخدرهم وبيمشي لغاية ما بيعرفوا صاحب الجيم، وبيشوفه في مرة جاي مع واحد تاني فبيطرده، وبيقول للشاب اللي معاه إنه مجنون وبيخدر الناس. هنا مش بيلاقي جيف مكان يروحه غير الفنادق، وفعلا بياخد واحد على فندق كبير بنفس حجة التصوير، وطبعا بيخدره، لكن أول ما بيفوق بيلاقي نفسه قتله من غير ما يحس، فبينزل يجيب شنطة كبيرة وبيحطه فيها وبياخده على بيت جدته وبيقطعه هناك، لكن بيحتفظ براسه بعد ما بيحنطها. في لحظة دي بيسأله الضابط إمتى الجرائم بقت عن عمد، فبيقوله إنه كان على طول حاسس بالوحدة وكان دايما مش قادر يتحكم في رغبته بالتشريح، فبدأ يخدر الشباب ويقتلها ويشرحها. وبيحكي جيف إنه قتل عدد كبير جدا من الشباب وكان بيقطعهم ويرميهم كأنهم زبالة، وبيسأله الضابط عن جدته وإزاي ما اكتشفتش اللي كان بيعمله في بيتها، فبيقول إنها كانت شاكة في حاجة لكن مش متأكدة أو خافت إنها تتأكد. وبيحكي إنها في يوم سمعت صوت خبطة جامدة فنادت عليه، لكن هو قال لها إنه وقع وطلب منها تكمل نوم،
وبتبدأ جدته تلاحظ إن في ريحة وحشة جداً دايماً طالعة من البدروم، فبيقول لها إن دي المواد اللي بيستخدمها في التحنيط، لغاية ما جه في يوم باباه علشان يشوف البدروم بنفسه، وبيقول إنه اتفاجئ بوجود آلات تشريح كبيرة مش الآلات الصغيرة اللي كانوا بيستخدموها في تشريح الحيوانات، وبيلاقي بواقي مواد كيماوية على الأرض، وبيطلب منه يبطل تشريح في البيت لأن جدته اتضايقت. وبيكمل جيف وبيقول إنه بالفعل قعد فترة طويلة مش بيقتل حد، لكن في يوم شاف واحد عربيته بايظة، فعرض عليه إنه يروح معاه البيت يجيب مفتاح عربيته وينقله البطارية بتاعته، وطبعاً الشاب وافق وراح معاه، فحط له جيف مخدر في المشروب، لكن في اليوم ده جدته سمعت صوته فنزلت تشوف فيه إيه، وهنا لقت الشاب ده مش في وعيه، فبيقول لها جيف إنه مش في وعيه وإنه جايبه هنا لغاية ما يفوق ويروحه، لكن جدته بترفض إنها تطلع تنام وتسيبه، وبتفضل قاعدة جنبه لغاية الصبح، وأول ما الشمس بتطلع بتروح مع جيف يركبوا الأتوبيس عشان يروح، لكن أول ما الشخص ده بيفوق بيفتكر اللي حصل وبيروح يبلغ الشرطة، وبتروح الشرطة تحقق مع جيف وجدته، وطبعا جدته بتشهد إنه كان جاي أصلا مش في وعيه، وبيبلغ الضابط الشاب ده إن مفيش دليل على اللي حصل، لكن الشخص ده مش بيسكت وبيروح ورا جيف عند الكافيه اللي بيقابل فيه الشباب، وبيشوفه هو طالع مع واحد فبيقول له يهرب وإن جيف ده مجنون وبيخدر الناس. بعد كده بنشوف شاب صغير طالع يجري من بيت جيف بعد ما خدره هو كمان، وبيرجع الولد ده على بيته وهو مش في وعيه، فبيبلغ باباه الشرطة وبيتحكم على جيف بسنة واحدة في السجن، وبيقول له القاضي إنه عشان في سن حفيده استعمل معاه الرأفة علشان ما يضيعش مستقبله. وقبل ما بيدخل السجن بيتعشى مع ليز وباباه وجدته، وبيعرف إن جدته هي اللي دفعت له مبلغ الكفالة، لكن باباه بيقول له بعد ما يطلع من السجن لازم يلاقي شقة تانية يسكن فيها لوحده، وفي الطريق بيفقد ضمر أعصابه وبيقول لمراته إنه كان في دلائل كتير على انحراف ابنه، لكن للأسف هو ما كانش عايز يصدقها. وبتعدي السنة وبيروح باباه ياخده من السجن، وفي النهاية بيقول له جيف إنه اتغير وهيبدأ حياة جديدة، وبيروح على المكان اللي أجر فيه الشقة اللي هيعيش فيها، لكن بيشوف توني الشاب الأبكم وهو بيسأل على حاجة، فبيعرض عليه إنه يشتغل موديل معاه، وللأسف بيوافق توني وبيطلع معاه. استنونا في الجزء التاني، وأتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. سلام.